بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
صدق الله.